السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تكنيك البي سي ار اللي هو البوليمريز تشين رياكشن هو عبارة عن تكنيك مهم جدا 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 بالنسبة لعلم المولوكيولار بيولوجي. الهدف من التكنيك ده ان انا اعمل عملية تضخيم او تكبير لقطع صغيرة من الدي ان اي بان انا انتج ملايين الكوبي منها، وده طبعا علشان اقدر ادرسها كويس جدا. يبقى أنا عندي في تكنيك بيتعمل علشان أقدر أدرس قطعة الـ DNA، لازم الأول أعمل لها عملية amplification اللي هي عملية التضخيم، وبعد كده أعمل شغل عليها. طيب التكنيك ده يعتبر حاليا يعتبر cheap tool، يعني أسهل طريقة وأرخص طريقة علشان أقدر أعمل فوكس على قطعة صغيرة من الـ DNA. طيب أنا بحتاج إن أنا أعمل فوكس على قطعة صغيرة من الـ DNA ليه؟ أولا علشان أتابع بعض الأمراض الوراثية. في ناس بتبقى عندهم امراض وراثيه، يعني محتاجه اعمل اناليسز على الجينز المختصه بالمرض. تاني حاجه بتستخدم معايا في علم كشف الجرائم علشان اقدر اكشف عن مجموعه من الجرائم او جريمه معينه اقدر احدد فيها الجيني، محتاجه ان انا اعرف الجينز المختصه او الجينز اللي لقيناها في مسرح الجريمه اللي موجوده طبعا في عينه بلاد، عينه يورين، اي حاجه كانت لها علاقه بالمجرم. طيب كمان ممكن دلوقتي البي سي ار بيستخدم علشان عملية الريسيرش والكلينيكال لابوراتوري اللي هي المعامل التحاليل ومعامل البحث العلمي. طيب في معامل البحث العلمي بيحتاجوا البي سي ار علشان ايه؟ علشان بعد ما بنعمل امبليفيكيشن لقطعة الدي ان اي ممكن نستخدمها بعد كده في الدي ان اي كلوني، او نقدر نعمل لها بعد كده سيكونسينج. ممكن نعمل كمان فانكشنال اناليسز للجينز، يعني اتعرف على وظائف الجينز. كمان اقدر احدد العلاقة ما بين الامراض الوراثية وما بين جينات معينة موجودة في جسم الإنسان أو الأورجانيزم اللي أنا بشتغل عليه. كمان طبعا عندي البي سي آر بيستخدم كخطوة مبدئية قبل ما أعمل عندي عملية جيناتيك فينجر برينت اللي هي البصمة الوراثية، وبيستخدم معايا كمان في الطب الشرعي، وبيستخدم استخدام مهم جدا في الكشف عن بعض الباثوجينز اللي ممكن تعمل انفكشن للانسان عن طريق ان انا اكشف عن وجود الدي ان اي او الار ان اي الخاص بها الموجود في جسم الانسان. البرنسبل بتاعت البي سي ار بتعتمد على حاجة عندي اسمها الثيرمال سايكلينج، يعني دورات متعددة من تغيير درجة الحرارة. بعمل هيتنج وكولينج في كل دورة للدي ان اي اللي موجود عندي، اللي هو طبعا جزء خاص بالجين، علشان اقدر اخلق منه بعد كده نسخ اكتر. طيب انا اساسا بسمي التكنيك بتاعي بوليمريز تشين رياكشن، يبقى معنى كده ان انا بعتمد على انزيم البوليمريز كويس جدا في التكنيك ده، وبالتالي انا سميت التكنيك ده باسمه. انزيم البوليمريز ده هو عباره عن هيت ستيبل انزيم، يعني انزيم ما بيتاثرش بدرجه الحراره. بنعمل له عمليه ايزوليشن من نوع من البكتيريا بنسميها ثيرماس اكواتيكاس. الانزيم ده بيشتغل ازاي؟ بعد ما بيحصل انفصال ما بين التو ستراند بتاعت الدي ان اي، طبعا احنا عارفين ان الجينوم عندنا هو عباره عن دبل ستراند، وبالتالي علشان اقدر اخلق منه نسخ تانية لازم اعمل عملية فصل للي للتو ستراند ديت، واعتبر كل واحد فيهم تمبلت او نموذج بدائي ببني عليه، وبالتالي التو ستراند هيدوني 4 والاربعة يدوني 8 والتمانية يدوني 16، وبكده بكون بخلق نسخ متعددة من الدي ان اي. طبعا الكلام ده بعمله مش بس باستخدام الانزيم البوليمريز اللي هو الانزيم البناء او اللي بيبني عندي. طبعا الانزيم البناء ده محتاج بلوكس زي الطوب اللي بنبني بيه كده، البلوكس ديت بنسميها النيوكليوتيدات. طبعا يا اما انا بوفرها له في الرياكشن، يا اما في جسم الانسان لما بيحصل طبعا تخليق لجينوم جديد علشان بنعمل خليه جديده او في خليه بتتكون، بيكون طبعا النيوكليوتيدز ديت الجسم هو اللي بيوفرها. ولازم حاجه كمان مهمه غير النيوكليوتيدز، حاجه اسمها البرايمرز. البرايمرز ديت بقى بحطها في الرياكشن بتاعي علشان تحدد لي مكان الجين في الجينوم اللي انا عايز اعمل له امبليفيكيشن. يبقى انا البرنسبل بتاعتي باختصار هي عباره عن عمليه امبليفيكيشن او تكبير لقطعه معينه من الدي ان اي. القطعه ديت انا بحددها باستخدام برايمرز، برايمرز انا بحطها في الرياكشن بتاعتي خلاص. باستخدام بقى التكنيك بتاعي بيعتمد على ايه؟ الثيرمال سايكلينج اللي هي الدورات المتعدده من التسخين والتبريد، علشان اقدر اعمل عمليه فصل للتو ستراندز بتاع الدي ان اي، وبعد كده اقدر اعمل عمليه التحام ما بين الدي ان اي وما بين البرايمرز، وبعد كده ابتدي اعمل عمليه بناء بقى البرايمرز ديت بعد ما ارتبطت بالستراند هتبتدي تبني الدي ان اي الجديد، وهكذا زي ما هنقول بعد شويه في خطوات التكنيك.
مهم جدا ان انا اعرف مكونات البي سي ار او البوليميريز تشين رياكشن، لان ديت المكونات اللي انا هحطها في التفاعل بتاعي علشان اقدر اعمل تضخيم لقطعه من الدي ان اي او امبليفيكيشن للدي ان اي. زي ما قلنا اول حاجه عندي في المكونات هو الدي ان اي تمبلت، يعني عباره عن الدي ان اي اللي انا عايزه اعمل امبليفيكيشن لجين موجود فيه. طبعا انا ما باخدش الجين لوحده واحطه في الرياكشن، انا باخد الجينوم بتاع الاورجانيزم اللي انا عامله له ايزوليشن وبعد كده هحطه في التيوب بتاعتي. يبقى انا عملت ايزوليشن لجينوم من خليه اورجانيزم معين سواء كان انسان او حيوان او نبات وبعد كده حطيته في التيوب بتاعي. دي اول حاجه بسميها الدي ان اي التمبلت، النموذج بتاعي. طيب تاني حاجه بقى الانزيم البناء اللي هو التاج بوليمريز، وقلنا ان الانزيم ده مقاوم لدرجات الحراره وعلشان كده بيقدر يستحمل عمليات التبريد والتسخين اللي بتتم اثناء الثيرمال سايكلينج اللي هو اساس عمليه البي سي ار. دي تاني حاجه. تالت حاجه عندي البرايمرز. كلمه البرايمرز يعني ايه؟ البرايمرز ديت قطع صغيره من الدي ان اي انا بصنعها، او طبعا مش بصنعها بايدي يعني بطلب تصنيعها من الشركات المختصه. الهدف من البرايمرز ديت اللي هي بتحدد لي مكان الجين اللي انا عايزه اعمل له امبليفيكيشن، وليكن انا عايزه اعمل امبليفيكيشن لاكس جين من الجينوم ده، يبقى بجيب برايمرز سبيسيفيك للاكس جين ده اللي موجود في الجينوم، وبالتالي لما انا اكون حاطه الجينوم كله في الرياكشن مش هيحصل تكبير الا الجزء الصغير منه اللي هو الاكس جين اللي انا جايبه له برايمرز مخصوصه. طبعا التو ستراندز بتوع الدي ان اي بسمي واحد فيهم سنس والتاني انتي سنس، او بسمي فيهم واحد الفورورد والتاني الريفرس. التو ستراند اللي هم كانوا مرتبطين ببعض، لان احنا عارفين ان الدي ان اي عندنا دبل ستراند، لما بينفصل بيبقى واحد اسمه سنس والتاني انتي سنس، او واحد فورورد والتاني ريفرس. البرايمرز ديت بتبقى برضو عباره عن بير، يعني نوعين، نوع بيرتبط بالانتي سنس ونوع بيرتبط بالسنس. رابع حاجه معايا البلوكس اللي بنبني بيها او اللي هيتبني بيها الدي ان اي الجديد، اللي هي نسخ الدي ان اي المتعدده اللي انا عايزاها اكونها. البلوكس ديت عباره عن ايه؟ حاجه اسمها دي اوكسينيوكليوسايد ترايفوسفيد او دي اوكسينيوكليوتايد ترايفوسفيد، بنرمز لها برمز دي ان تي بي. تمام، البلوكس ديت هي اللي بياخدها الانزيم ويبني منها الاستراندز الجديده اعتمادا على الدي ان اي تمبلت اللي هو النموذج البدائي اللي موجود معاه. خامس حاجه عندي هو البافر سوليوشن، وده اللي بيوفر الانفايرومنت الكامله علشان الاوبتيمم اكتيفيتي والاستابيليتي بتاع الرياكشن وبتاع الدي ان اي بوليمريز. يعني بيهيئ الرياكشن في التيوب او الانبوبه بتاعتي في المعمل زي ما يكون بالظبط داخل خليه الي الكائن الحي. بعد كده موف بيكون معايا الباي فالنت كاتيونز والمونو فالنت كاتيونز. الباي فالنت كاتيونز زي المغنيسيوم او المنجنيز، والمونو فالنت كاتيونز زي البوتاسيوم ايونز، وديت ايونات مهمه جدا علشان نجاح عمليه البي سي ار رياكشن، والكونسنتريشن بتاعها بيكون كريتيكال جدا علشان عمليه البي سي ار تتم بالاوبتيمم اكتيفيتي بتاعتها او ان هي ما تتمش. يعني اوقات كتيره عمليه البي سي ار ما بتديش نتائج صح، والسبب في كده بيكون الكونسنتريشن بتاع المغنيسيوم او البوتاسيوم مش مظبوط كويس في الرياكشن. الرياكشن الخاص بالبي سي ار بيتكون عندي من 20 الى 40 سايكل، كل سايكل فيهم عباره عن 3 خطوات وكل خطوه بدرجه حراره منفصل. الثلاث خطوات دولت بيبتدوا بدرجه حراره مرتفعه، وبتبتدي درجه الحراره دي تتغير في الخطوتين التاليتين، وبعد كده بنحط الدي ان اي في درجه حراره منخفضه. طبعا ده اللي متكون معايا علشان نعمل له عمليه ستورج او حفظ لحد ما نستخدمه بعد كده. بالنسبة للثلاث خطوات، فأول خطوة عندي بتكون عبارة عن فصل الـ 2 دي ان اي ستراند عن بعض. احنا عارفين طبعا ان الـ دي ان اي هو عبارة عن دبل هيليكس، يعني عبارة عن 2 ستراند مرتبطين ببعض. اول خطوة ان احنا نكسر الروابط ما بين الـ 2 ستراند دول، يبقى انا هيكون عندي 2 سنجل ستراند، كل واحد منهم بيمثل عندي تمبلت. يبقى انا بعمل الخطوة الاولانية اللي هي بكسر فيها التو ستراند بتوع الدي ان اي او بفصلهم علشان اكون 2 تمبلت. بما ان بقى عندي 2 تمبلت، فكل تمبلت منهم هنبني عليه ستراند جديد، يبقى انا الاثنين بتوعي اتحولوا الى ايه؟ الى 4. طيب المكان اللي هيبتدي منه الانزيم البناء اللي هو الدي ان اي بوليميريز شغله علشان يبني الستراند الجديد، بيعرفوا منين؟ بيعرفوا من مكان ارتباط البرايمر بجزء معين في الدي ان اي. طبعا انا زي ما قلت عندي دلوقتي 2 ستراند مفصولين عن بعض،
كل ستراند منهم هترتبط بيها جزئية البرايمر، يبقى كونت في الستراند ده قطعة دبل. بيجي بقى الدي ان اي بوليميريز يشبك في القطعة الدبل ديت ويبتدي يبني عليها باستخدام البلوكس اللي هي قلنا عليها الدي ان تي بي، وديت تكون معايا ستراند جديد، وبالتالي الاتنين ستراند بيتحولوا الى 4 ستراند. درجة الحرارة المستخدمة والوقت في كل خطوة في كل سايكل من السايكلز اللي احنا بنعملها في البي سي ار رياكشن بتعتمد على مجموعة من البارامتر. اول حاجة الانزيم اللي مستخدم في الدي ان اي سنس، طبعا احنا بنقول ان هو غالبا بيكون التاج بوليميريز، بس بتبقى في انواع تانية الموست امبورتنت منها هو التاج بوليميريز. تاني حاجة الكونسنتريشن بتاع الداي فالنت ايونز، كمية الداي فالنت ايونز اللي انا بحطها عندي في الرياكشن بتكون عامل مهم جدا عندي بتأثر في درجة الحرارة المستخدمة. كمان كمية الدي ان تي بي ايز اللي هي البلوكس او بلوكات الطوب اللي الدي ان اي بوليميريز بيستخدمها في البناء. كمان الميلتنج تمبريتشر بتاعه البرايمر، احنا زي ما احنا عارفين ان البرايمرز ديت هي عباره عن شورت سيكونس من النيوكليتيدات، انا بصنعها بنفسي طبعا من خلال شركه مصنعه، وبتيجي ترتبط بالتو ستراندز بتوع الدي ان اي. طيب النيوكليتيدات ديت او السيكونس من النيوكليتيدات ديت بيكون لها ميلتنج تمبريتشر، الميلتنج تمبريتشر ديت عندي بتاثر في اللينس والتايم بتاع كل سايكل. لما اجي اتكلم عن خطوات البي سي ار بالتفصيل هقول ان كل سايكل في البي سي ار عبارة عن 3 خطوات، خطوة الديناتوريشن وخطوة الانيلينج وخطوة الايلونجيشن، دول 3 خطوات. احيانا ال3 خطوات دول بيكونوا مسبوقين بخطوة تحضيرية بنسميها الانيشاليزيشن ستيب، وكل ال3 خطوات دول طبعا بعد ما كل السايكلز تنتهي بيكونوا مصحوبين بخطوه نهائيه بنسميها الفاينل اي اكستنشن، وبعديهم الفاينل هولد. يبقى انا عندي البي سي ار رياكشن وليكن مثلا 30 سايكل، كل سايكل منهم عباره عن 3 ستيب، ديناتوريشن انيلينج ايلونجيشن، كل سايكل عباره عن 3 خطوات. طيب قبل ال30 سايكل دولت ما يبتدوا بيكون في عندي خطوه واحده بتتعمل مره واحده في الرياكشنز بنسميها الانيشاليزيشن ستيب. طيب وبعد ال30 سايكل ما بيخلصوا طبعا كل سايكل بال3 خطوات بتوعها، بتبقى عندي في خطوه بنسميها الفاينل ايلونجيشن او الفاينل اكستنشن، وبتكون بعد كده بيليها الفاينل هولد او الاستورج بتاع الدي ان اي. بالنسبه للانيشاليزيشن ستيب فدي زي ما قلت هي خطوه تحضيريه، واحيانا بتتعمل، يعني مش دايما بتتعمل. امتى بتتعمل؟ لما يكون الدي ان اي بوليميريز المستخدم في الرياكشن من النوع اللي بيتطلب اكتيفيشن بالحراره، يبقى هو مش هيبتدي شغله الا لما نديله درجه حراره عاليه. طبعا زي ما قلت ان الانزيم ده اللي بيحتاج درجة حرارة عالية ممكن توصل درجة الحرارة من 94 الى 96 سيليزيوس لمدة من دقيقة الى 9 دقائق على حسب متطلبات الانزيم. وزي ما قلت برضو ان الخطوة ديت مش بتتعمل دايما، هي بتتعمل كحاجة اختيارية على حسب نوع الانزيم المستخدم، وهي بتتعمل مرة واحدة في الرياكشن كله، بيليها عدد السايكلز اللي هتتبع في البي سي ار رياكشن اللي احنا قلنا بتتراوح عندي من 20 الى 40. وطبعا برضو قلنا ان كل سايكل بتتكون عندي من 3 خطوات، وان بعد كل ما ال30 سايكل بينتهوا او ال40 سايكل بينتهوا ايا كان، بتيجي بعد كده خطوة الفاينل ايلونجيشن وبتليها الفاينل هولد. طبعا معروف ان كل ما بنمشي في تفاعل للبي سي ار الاستراندز الجديده اللي بتتكون بترجع تشتغل بعد كده كتمبلت، يعني انا ابتديت اساسا بدبل دي ان اي او 2 ستراند من الدي ان اي، فكونت 2 ستراند جداد، فكده بقى معايا 4 ستراند. بعد كده ال4 ستراند دولت كلهم انفصلوا عن بعض وبقى عندي بدل ال2 تمبلت 4، كل واحد منهم اتبنى عليه ستراند جديد، فالاربعة تحولوا لـ8، وبعد كده الـ8 بقوا مفصولين تماما عن بعض، بقى عندي 8 ستراند، كل واحد منهم اتبنى عليه واحد جديد فبقى عندي 16، بعد كده الـ16 اتفصلوا عن بعض وكل واحد منهم بقى تمبلت لواحد جديد فتكون عندي 32، وهكذا. وعلشان كده بنسميه البي سي ار تشين رياكشن، لان هو سلسلة من التفاعلات كل مرة بتتبني على اللي قبلها.
وعلشان كده لو حبيت اعرف عدد الاستراندز او عدد الكوبيز اللي ناتجه من الدي ان اي من تفاعل بي سي ار معين، بلاقي ان الفورميولا بتاعتي هي 2 باورد باي ان، حيث ان ان ده عدد السايكل. يعني زي مثلا لو انا عملت 30 سايكل فهيبقى عندي عدد الكوبيز اللي خارجه من الدي ان اي 2 اس 30. طبعا احنا قلنا ان انا عندي البي سي ار رياكشن بيبقى عبارة عن سايكلز من 20 إلى 40 سايكلز، وكل سايكل منهم عبارة عن 3 خطوات. بالنسبة للخطوة الأولانية اللي هي الدي ناتوريشن ستيب، فديت بتعتبر الخطوة الأولى في أي سايكل، وهي بتوصل لدرجة حرارة من 94 إلى 98 سيليزيوس، وبتاخد معايا من 20 إلى 30 سكند. والهدف من الدي ناتوريشن ستيب ان هي تعمل عملية فصل للتو ستراندز عن بعض. طبعا احنا عارفين ان التو ستراندز بيكونوا مرتبطين بهيدروجين بوندز، فبتتكسر الهيدروجين بوندز ديت ويبقى كل ستراند لوحده عشان يكون تمبلت لبناء نيو ستراند جديد باستخدام الدي ان اي بوليمريز والبلوكس الخاصة بالدي ان تي بي اس. اما الخطوه الثانيه فهي خطوه الانيلينج ستيب، وديت فيري 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 امبورتنت بالنسبه لاي بي سي ار رياكشن. يعني نجاح البي سي ار رياكشن بنسبه 80% بيعتمد على الخطوه دي، لان الخطوه ديت هي اللي بتؤدي الى ارتباط البرايمر بالتو ستراندز. طبعا انا زي ما قلت ان انا عندي برايمرز اللي هي شورت سيكونس من النيوكليتيدات بترتبط عندي بالتو ستراندز اللي انفصلوا عن بعض، وبالتالي خلت في كل ستراند من الاثنين اللي انفصلوا عن بعض جزء صغير دبل دي ان اي. الدبل دي ان اي ده بقى هو اللي بيجي يرتبط بالدي ان اي بوليميريز ويبني عليه الاستراند الجديد. لو درجة الحرارة ما كانتش مناسبة لارتباط البرايمر بالاستراند مش هيحصل ارتباط ما بينه، وبالتالي الدي ان اي بوليميريز مش هيقدر يقوم بعمله ومش هيقدر يبني الاستراند الجديد. وبالتالي درجة الحرارة المناسبة عامل مهم جدا لارتباط البرايمر بالاستراند. طيب درجة الحرارة ديت بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على درجة الحرارة اللي خاصة بالميلتنج بتاع البرايمر. علشان كده البرايمر لما بيكون جاي عندي متصنع من الشركة بيكون كاتبين درجة حرارة الميلتنج تمبريتشر، وبناء عليها بتتحسب درجة الانيلنج تمبريتشر. بس الدرجة اللي محسوبة ديت مش هي اللي بنعتمد عليها بصفة نهائية. انا بعمل خطوات تجريبية في البي سي ار ديفايس او جهاز البي سي ار علشان اتأكد ان بيحصل انيلنج فعلا ما بين البرايمر وما بين التو ستراندز عند درجة الحرارة ديت. درجة الحرارة ديت غالبا بتتراوح عندي من 50 إلى 65 سيليزيوس، وبتاخد معايا وقت من 20 إلى 40 سكند. درجة الحرارة ديت لو كانت اكتر من اللازم او اقل من اللازم مش هيحصل ارتباط ما بين البرايمر وما بين الاستراند اللي المفروض يرتبط بيه، وبالتالي الدي ان اي بوليميريز مش هيقدر يقوم بعمله ومش هيقدر يبني الاستراند الجديد. وزي ما قلت ان درجة الحرارة الخاصة بالانيلينج ستيب ديت بتعتمد على الميلتنج تمبريتشر الخاصة بالبرايمرات، واللي هي بتتراوح تقريبا ما بين 3 الى 5 درجات اقل من الميلتنج تمبريتشر للبرايمر. يعني سي لو قلنا ان درجة الميلتنج تمبريتشر للبرايمر 65، فمعنى كده ان الانيلينج تمبريتشر هتكون من 60 لـ 62. وارجع اكرر تاني ان الافشنسي بتاع البي سي ار بنسبه كبيره جدا بتعتمد على الانيلنج ستيب، وان اي خطا فيها بيؤدي الى عدم كفاءه البي سي ار رياكشن. الخطوه الثالثه عندي في اي سايكل هي عباره عن الاكستنشن او الالونجيشن ستيب، ودرجة حرارة الخطوة ديت بتكون غالبا 72 درجة سيليسيس، وديت الخطوة اللي بيبتدي فيها التاج بوليمريز او الدي ان اي بوليمريز شغله علشان يبني الاستراند الجديد. طبعا هو بيبتدي شغله بعد ما بيحصل ارتباط ما بين البرايمر وما بين الاستراند، فبتتكون قطعة صغيرة خالص من دبل دي ان اي استراند، بتليها بعد كده ان الدي ان اي بوليمريز يرتبط بيها ويطول بقية الاستراند. عشان كده بنسميها اكستنشن او الونجيشن، لان هي بمعنى تطويل، تطويل ليه؟ تطويل لجزء البرايمر اللي ارتبط عندي بالاستراند المفرد، وبالتالي بيبني استراند جديد. بعد ما كل السايكلز عندي انتهت اللي هي قلنا بتتراوح من 20 إلى 40، وقلنا ان كل سايكل عندي عبارة عن 3 خطوات، بتحصل خطوة اخيرة مرة واحدة بس هي الفاينل إيلونجيشن او الفاينل إكستنشن. درجة حرارة الخطوة دي بتكون من 70 إلى 74 سيليزيوس، وبتتراوح لمدة قصيرة، والهدف من الخطوة دي ان احنا نتأكد ان حصل إكستنشن لاخر سنجل ستراند دي ان اي، ان هو كمل نهائي واكتمل للاخر.
بعد كل البي سي ار اكشن ما بينتهي، لو مش هنشتغل على الدي ان اي اللي طالع مباشره منه اللي هو الكوبيز الكتيره اللي احنا عملناها، بنعمل حاجه اسمها فاينل هولد اللي هي عمليه ستورج للدي ان اي لحد ما نستخدمه، ودي بتكون في درجه حراره من 4 الى 15 سيليزيوس لاي وقت طبعا، يعني مده قصيره لحد ما نقدر نستخدمه مره تانية في الاي في الريسيرش الخاص بينا. بالنسبه للاكويبمنت الديفايس والادوات اللي بنستخدمها علشان نعمل الرياكشن الخاص بالبي سي ار، فلازم اكون عارفه ان كل التفاعل الخاص بالبي سي ار بيتعمل فيه بندور في الصغيره كده حجمها بيتراوح من 2 من 10 الى نص ملي، والتيوبز ديت بتتحط في جهاز بنسميه الثيرمال سايكلر، وكلمه ثيرمال سايكلر يعني عباره عن جهاز متغير في درجات الحراره تبعا للسايكلز اللي بتتعمل، وده لان الثيرمال سايكلر بيقدر يعمل هيتنج وكولينج للرياكشن تيوب علشان يوصل لدرجات الحراره اللي مطلوبه في كل خطوه من خطوات الرياكشن، لان انا زي ما قلت انا بحط عندي التيوبس، طبعا انا ما بقاش عامله عينه واحده، ببقى عامله مجموعه من العينات بحطهم عندي في الجهاز، وبعد كده بقى اظبط الكونديشنز الخاصه بالجهاز، بقول له انت هتعمل 30 سايكل مثلا، 30 سايكل دولت هيسبقهم خطوه انيشاليزيشن ستيب لمده 5 دقائق، بعد كده هتعمل عندي 30 سايكل، كل سايكل منهم عبارة عن 3 خطوات، الخطوة الأولانية عند درجة حرارة 95، الخطوة الثانية عند درجة حرارة وليكن 55، الخطوة الثالثة عند درجة حرارة 72، وبعد ما تخلص ال 30 سايكل هتعمل خطوة الفاينل إيلونجيشن عند درجة حرارة مثلا 73 أو 72. يبقى أنا كده ظبطت البارامترز أو الكونديشن بتاع الثيرمال سايكلر، هو بقى بيبتدي يعمل عملية الهيتنج عشان يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة، وبعد كده كولينج عشان يرجع لدرجة حرارة أقل، وهكذا في كل سايكل، وعلشان كده بنسميه الثيرمال سايكلر. في بعض اجهزه البي سي ار بيبقى عندها افكت كده من نوع خاص بنسميه بيلترون افكت، الافكت ده بيعمل ايه؟ بيكون في جواها كذا بلوكس، كل بلوك مثلا بيسع وليكن 50 تيوب، ونقدر نقول ان كل بلوك بيكون وحده منفصله، يعني انا اقدر اشغل 3 بي سي ار رياكشن بكونديشنز مختلفه في نفس الوقت، والجهاز يغير درجات الحراره كل بلوك على حده، وكل بلوك عندي بيحتوي على مجموعه من الانابيب، يعني وليكن الجهاز عندي فيه 3 بلوك، كل بلوك منهم بيسع حوالي 50 انبوبه، يبقى انا عندي اقدر احط في الجهاز مره واحده 150 انبوبه، كل 50 منهم بيشتغلوا بكونديشنز مختلفه عن ال50 التانيين وال50 التالتين. طبعا زي ما احنا فاهمين طبعا لوجيك كده ان عندي الخطوات بيبقى فيها درجات حراره عاليه جدا، يعني عندي خطوه الديناتوريشن ديت بتوصل درجه الحراره فيها ال 95. طيب درجات الحراره العاليه ديت مع ان انا حاطه كل الرياكشن فوليوم كميه صغيره بتبقى حوالي من 25 الى 50 مايكرو، ديت كل المكونات اللي هو التمبليت البرايمر دي تي ان بيز الدي ان اي بوليمريز البفر، كل الحاجات ديت الفوليوم بتاعها ما بيزيدش عن 50 مايكرو او حتى 100 مايكرون بالكتير. طيب انا بوصل درجة الحرارة ل 95 حوالي 30 مرة او 40 مرة، ده بيعمل عندي تبخير لدرجة ان انا احيانا ممكن افتح التيوبز احس ان ما فيهاش حاجة، احس ان هي فاضية، فبلاقي عندي ان معظم الثيرمال سايكلر بتكون مدعمة بهيتد ليدز، يعني الكفر بتاعها بيكون هو نفسه ساخن او درجة الحرارة بتاعته مختلفة علشان يقدر يعمل كوندنسيشن لاي سوائل بتلتصق في الغطاء بتاع الانبوبة، بحيث ان في النهاية خالص تحصل عملية كوندنسيشن تكثيف، ودرجة قصدي والسوائل اللي موجودة في الغطاء او الكفر بتاع الانابيب يرجع تاني التيوب مكانه. قديما كان الثيرمال سايكلر ما عندوش خاصية الهيتد ليد ديت، وبالتالي كنا بنضطر نحط على كل المكونات اللي موجودة في التيوب عندي دروب صغيرة جدا من الاويل علشان تمنع ان المكونات بتاعت التيوب نفسها تلتصق بغطاء الانبوبة من غير ما يحصل لها كوندنسيشن وتنزل تاني للانبوبة.
بالنسبه للاستاجز الخاصه بالبي سي ار بلاقيها ان هي بتنقسم عندي الى 3 مراحل. اول حاجه الاكسبوننشال ستيج، وديت بتحصل عند السايكل لما يحصل ارتفاع سريع جدا في كميه الدي ان اي. المرحله الثانيه اللي هي الليفنج اوف ستيج، وديت لما الارتفاع في كميه الدي ان اي بيبتدي يقل. البلاتو ديت المرحلة التالتة، وهي مرحلة الثبات لما بيكون مع زيادة الرياكشن ما بيحصلش اي ارتفاع عندي في كمية الدي ان اي، وده نتيجة انتهاء كمية البلوكس او الدي ان تي بيس او انتهاء الدي ان اي بوليمريز او انتهاء التمبلت عندي من الرياكشن. اي تفاعل بيتعمل لازم يتعمل له عمليه اوبتمايزيشن علشان نوصل لافضل النتائج ونعلى بالكفاءه بتاعته. بالنسبه للتفاعل الخاص بالبي سي ار، فمن اهم الفاكتورز اللي ممكن تؤدي الى ضعف الاوبتمايزيشن بتاعته او بتؤدي الى قله الافشنسي بتاعته هو حدوث الكونتامينيشن او الباد برايمر ديزاين. طبعا الباد برايمر ديزاين ده بيكون نتيجه ان انا صنعت برايمر غلط او ما عملتش برايمر مناسب كومبلمنتري للجين اللي انا عايزه اعمل له عمليه امبليفيكيشن، وبالتالي مش هيرتبط البرايمر بالجين، وبالتالي مش هيحصل بناء للنيو ستراندز الخاصه بالجين ده، فمش هقدر اكون نيو كوبيز منه. ده بالنسبه للبرايمر ديزاين. طبعا الموضوع ده بيتغلبوا عليه بان انا اعمل ديزاين للبرايمر باستخدام كمبيوتر او باستخدام سوفت وير معينه، بيكون طبعا الشخص اللي بيستخدمها ده اكسبيرينسد جدا فيها علشان يقدر يكون برايمر مناسبه وتقدر تعمل انيلينج مع الدي ان اي ستراند. الفاكتور التاني هو الكونتامينيشن، ان ممكن يحصل عندي تلوث لعينه الدي ان اي اللي انا عايز اشتغل عليها، والمقصود هنا بالكونتامينيشن ان هو يحصل كونتامينيشن مع دي ان اي تاني. طبعا انا المفروض الفيلد اللي انا بشتغل فيه بيكون ستيريال معقم جدا، وان انا الادوات اللي بستخدمها كلها بتكون ديسبوزال بلاستيك وير، بحيث ان هي بتستخدم مره واحده وبعد كده بنتخلص منها. طبعا كل الحاجه بنعقمها قبل ما بنشتغل بيها لو ما كانتش ديسبوزال. احيانا بنضطر نضيف بعض الريجنت زي الفورمامايد في البافر سيستم، وده علشان نزود السبيسيفيستي واليلد بتاع البي سي ار. كل اللي اتكلمت عنه في الاول ده نوع البي سي ار العادي اللي بنسميه الكونفنشنال بي سي ار او التراديشنال بي سي ار، اللي هو تفاعل البي سي ار التقليدي اللي بتشتغل على التمبلت فيه، هو عباره عن دي ان اي، دي ان اي مستخلص من كائن معين وبعد كده بنشتغل عليه في تفاعل البي سي ار. طيب لو كان الجينوم اللي هنستخلصه من الكائن الحي مش دي ان اي، كان ار ان اي، في الحاله ديت بدل ما هعمل عمليه البي سي ار بالطريقه التقليديه هنعملها بطريقه تانية بنسميها ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار. يعني ايه ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار؟ يعني بنبتدي الخطوات بتاعه البي سي ار بنزيم الريفرس ترانسكريبتيز علشان يحول لي الار ان اي اللي انا عملت له استخلاص من كائن معين الى دي ان اي، او بمعنى اصح الى كومبلمنتري دي ان اي اللي بنسميه سي دي ان اي. يبقى انا عندي هنا الفرق الرئيسي ما بين الكونفنشنال بي سي ار، البي سي ار التقليدي، وما بين الريفرس ترانسكريبشن بي سي ار، هو التمبلت بتاعي. لو كان التمبلت بتاعي دي ان اي يبقى اعمل البي سي ار العادي، لو كان التمبلت بتاعي ار ان اي يبقى انا لازم اعمل خطوه الريفرس ترانسكريبشن باستخدام انزيم الريفرس ترانسكريبتيز. بنرمز بقى للنوع ده من البي سي ار بكلمه ار تي بي سي ار. ونركز كويس جدا لان في ناس كتيره بتعمل خلط ما بين كلمه الريفرس ترانسكريبشن بي سي ار اللي هي ار تي بي سي ار وما بين الريال تايم بي سي ار. كلمه ريال تايم بتديهم انعكاس ان ديت اختصارها ار تي، مع ان ديت مش اختصارها ار تي. ريال تايم بي سي ار برمز لها برمز تاني خالص بسميها الكيو بي سي ار او الكوانتيتيف بي سي ار، يعني البي سي ار الكمي، وده نوع تاني لسه هتكلم عنه. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن 3 انواع من البي سي ار: البي سي ار التقليدي، البي سي ار اللي بيكون مسبوق بريفرس ترانسكريبشن وبنسميه ريفرس ترانسكريبشن بوليميريز تشين رياكشن او ار تي بي سي ار، والنوع الثالث الريال تايم بي سي ار او الكوانتيتيف بي سي ار وبرمز له بالكيو بي سي ار.
لازم كمان اقول ان في فرق كبير ما بين الكونفنشنال بي سي ار اللي هو البي سي ار العادي والتقليدي، وما بين الريال تايم بي سي ار اللي هو النوع التالت. ان النوع الاولاني بنقول عليه كواليتيتيف، يعني ايه كواليتيتيف؟ وصفي، بيقول ان حصل امبليفيكيشن ولا ما حصلش للدي ان ايه التمبلت بتاعي. اما النوع الاخير اللي هو الريال تايم بي سي ار ده كوانتيتيف، يعني كمي، يعني مش بس بيقول حصل عندي امبليفيكيشن للتمبلت ولا لا، لا بيقول معايا كمان كميه الامبليفيكيشن حصلت ايه، بمقدار قد ايه. طيب هل ممكن الريال تايم بي سي ار يتعمل على الار ان ايه؟ اه طبعا عادي جدا ممكن يتعمل، من انا اعمل الاول ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار وبعد كده اكمله بريال تايم بي سي ار. واحيانا في بعض الكيتس بتدمج الخطوتين مع بعض في بفر واحد، يعني بيديني بفر واحد بيحتوي على الريفرس ترانسكريبتيز وكمان بيحتوي عندي على مكونات الريال تايم بي سي ار، وبالتالي بعمل الرياكشن كله في خطوه واحده. جاست بحط التمبلت بتاعي اللي هو الار ان اي واحط الكيتس عليه طبعا بالكميات اللي معروفه او اللي موجوده عندي في الانستراكشن، وبيطلع عندي الكوبيز او الامبليفاي دي ان اي. يبقى انا دلوقتي الريال تايم بي سي ار ممكن يشتغل على التمبلت بتاعه دي ان اي او يشتغل على التمبلت ار ان اي، لكن البي سي ار العادي بيشتغل فقط على التمبلت دي ان اي، والار تي بي سي ار بيشتغل على تمبلت ار ان اي. لازم كمان اذكر ان البي سي ار وخاصة الريال تايم بي سي ار ككوانتيتيف ميثود يعني للامبليفيكيشن مقارنة بالنورثرن بلوت بيكون اقوى وبيكون مور سنسيتيف وبيدي نتائج افضل. وطبعا معروف جدا ان انا بستخدم الريال تايم بي سي ار علشان اقدر اعمل اكسبريشن اناليسز لسنجل جين او ملتيبل جين، واحيانا علشان اقدر احدد مرض معين او ديزيز معين باكتشاف الجينوم بتاع الفيروس داخل جسم الكائن الحي سواء كان انسان او حيوان. النوع التالت اللي اتكلمت عنه من البي سي ار هو الريال تايم بي سي ار، وزي ما قلت ان احنا بنقول عليه كوانتيتيف بي سي ار وبنرمز له بالكيو بي سي ار، وهو عباره عن لابوراتوري تكنيك للمولكيولر بيولوجي بيعتمد على البي سي ار. الهدف الرئيسي منه ان هو يعمل عمليه مونيتورنج يعني متابعه للامبليفيكيشن بتاع الدي ان اي خطوه بخطوه كان هي بث مباشر، وعلشان كده بنسميه ريال تايم. لكن بالنسبه للكونفنشنال بي سي ار او التراديشنال بي سي ار فده ما نقدرش نحكم على النتيجه بتاعته الا ات ذا اند، يعني في نهايه التفاعل، علشان كده بنقول عليه كونفنشنال او تقليدي. طبعا متابعه الامبليفيكيشن في الريال تايم بي سي ار بتتطلب طريقه معينه. الطريقه ديت ممكن تكون نون سبيسيفيك باستخدام فلوريسنت داي اللي هي بتتفاعل او بتعمل انتركليشن مع الدبل ستراند دي ان اي، والطريقه الثانيه اللي هي سيكونس سبيسيفيك دي ان اي بروب. البروب ديت برضو بتكون عباره عن شورت سيكونس من الدي ان اي بس بتكون ليبلد بفلوريسنت ريبورتر، بيكون لها تو اندز، يعني اند منهم بتكون بنسميها ريبورتر والاند الثانيه بنسميها كوينشر، واحده منهم بتكون فلوريسنت وبتبتدي الفلوريسنس اللي فيها ده بيخرج منها ويمتص من خلال الكوينشر، كل ما يحصل ايه عمليه بناء باستخدام الدي ان اي بوليمريز. وعلى حسب نوع الطريقة المستخدمة في الديتكشن للبرودكت بتاع البي سي ار ممكن نصنفه على اساس هل هو نون سبيسيفيك ولا سبيسيفيك فلوروكروم. الطريقة الاولانية اللي هي نون سبيسيفيك ديتكشن دي طبعا ان احنا بنستخدم السايبر جرين از انتركليتنج داي ويز الدبل ستراند دي ان اي، علشان كده بنسميها احيانا السايبر جرين بي سي ار ديتكشن برودكت، يعني عملية ديتكشن للبرودكت الخاصة بالبي سي ار باستخدام السايبر جرين داي. طبعا احنا خدنا قبل كده ان في دايز بترتبط مع الدي ان اي زي الايثيديوم برومايد، بس مشكلة الايثيديوم برومايد اللي هي كارسينوجينيك يعني من المواد المسرطنة فلازم نتعامل معها بحرص، اما السايبر جرين فهي مور سيف عن الايثيديوم برومايد. طيب التفاعل ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان كل ما الدي ان اي بوليمريز بيبني زيادة ستراندز في دي ان اي كل ما السايبر جرين بتيجي ترتبط بالدبل ستراند اللي اتكونت، يبقى كل ما تو ستراندز اتكونوا عندي كل ما كمية السايبر جرين اللي هتظهر في التفاعل هتكون اكبر، وبالتالي الديتكتور اللي موجود عندي في الجهاز بيقيس كمية السايبر جرين اللي عمالة تزيد في الجهاز،
وكل ما كميه السايبر جرين دايت تزيد كل ما معنى كده ان الدبل ستراندز اللي اتكونت عندي ديت اكتر، فمعنى كده ان الامبليفيكيشن شغال عندي كويس. طبعا الجهاز بيقيس كميه السايبر جرين بعد كل سايكل، فالمفروض ان هو بعد كل سايكل النمبر اوف الدبل ستراندز بيزيد، فكميه السايبر جرين عندي بتزيد. مميزات الطريقه ديت ان هي تعتبر التكلفه بتاعتها منخفضه، وده لان هي بتعتمد فقط على ان احنا هنشتغل على التو برايمرز اللي هم عملوا ارتباط مع التو ستراندز في الاول خالص، وبعد كده عندي الضايه الخاصه بالسايبر جرين فقط اللي هي كميتها بتزيد عندي كفلوريسنت ضاي كل ما الامبليفايد دي ان ايه برودكت بيزيد معايا. الطريقه الثانيه اللي بنسميها سبيسيفيك ديتكشن او الفلوريسنت ريبورتر بروب ميثود بتعتمد على وجود قطعه من البروب، وزي ما قلنا ان البروب ديت هي عباره عن شورت سيكونس من النيوكليوتيد بس بتكون ليبلد بالفلوريسنت ريبورتر، بيكون موجود على اند منها والاند التاني بيكون موجود الكونش، يعني هي بالظبط عباره عن سيكونس من النيوكليوتيدات له تو اندز، واحد منهم بيكون ليبلد يعني مصحوب بفلوريسنس داي، والناحيه التانيه بتكون كونشر يعني هي عداد لحساب الفلوريسنت داي دي. البروب ديت لما بترتبط بالدي ان ايه طبعا بتكون كومبلمنتري للجين المعين اللي احنا عايزين نعمل له امبليفيكيشن. طبعا لما بيجي الدي ان ايه بوليمريز يبني من عند الجين ده بيبتدي يكسر البروب ديت، تكسير البروب ديت بيؤدي الى خروج الفلوريسنس داي من الجزء الريبورتر اللي هو الاند الاولاني، وان هي تمتص بالكونشر اللي هو الاند التاني، فده بيخلي الجهاز او الديتكتور بتاع الجهاز يشعر بكميه الفلوريسنس اللي وصلت في الكونشر، وبالتالي يعرف ان الدي ان ايه بوليمريز عدى على الستراند ده وكسر البروب ديت فطلع الفلوريسنس اللي موجوده في الكونشر، وبالتالي نبتدي نحسب كمية الفلوريسنس. يعني برضو الجهاز بيعتمد عندي على الانتنستي او كثافة الفلوريسنس اللي موجودة، بس المرة دي مش عند تكون الدبل ستراند، لا عند تكسير الدبل ستراند. اتمنى تكون ان كل حاجة واضحة بالنسبة لكم وان انتوا تكونوا متابعين معايا، واشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.